السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في المحاضرة التاسعة، الجزء الأول لمساق تصميم مؤثرات فيديو 1. قبل ما نبدأ في المحاضرة، يجب على كل الطلاب مراجعة المحاضرات السابقة. ما بنفع تبدأ محاضرة جديدة وانت مش مراجع المحاضرات السابقة، أساس كل محاضرة تراكمية وبتعتمد على السابقة. هذه شغلة. شغلة تانية، في عندكم مجلد الانتقالات، هاي كمان مرة بدي ارفع لكم اياه، الليكويد ترانزيشنز اللي الانتقالات المائية. زي ما قلنا في انواع الانتقالات، استخدمنا الانيميشن كومبوزر وطبقناه في الكلية في المحاضرات الوجهية، تمام، ونوع من انواع الانتقالات بيعطيني، تمام. في عندي مجلد برضو الانتقالات المائية، انا ليكويد ترانزيشنز بدكم تطبقوه للي ما استخدموش، عملنا جزء منه في المحاضرات الوجهية في الكلية، تمام يا جماعة. وأي إشكالية بنراجع في محاضرات الزوم. هذه شغلة. شغلة تانية، في عنا الستوري بورد تبعت الاعتكاف، اشتغلنا جزء منها، وفي كمان جزء تاني حكينا عليه يجب على جميع الطلبة تطبيقه، لأنه وفي تمشية الاعتكاف تدريب المحاضرات للنفس مع على حسن التدريبات مع الاستفادة من المشاريع الوقت الموجودة، تمام يا من بعد جماعة. يعني النوم المشهدين وكثرة الموجودات الكلام. عندنا، هاي الفيديو الخاص فيهم بدنا نفككهم المشهدين، تمام يا جماعة، ونحرككم بنفس آلية الفيديو، بتكون الأمور عندنا هيك، تمام. طيب، محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى حنحكي فيها عن موضوع مهم كتير، موضوع الـ 3D في الافتر افكت. طبعا برنامج الافتر افكت يا جماعة هو مش برنامج 3D فعليا، لأنه برامج الـ 3D احنا عارفينها زي المايا والبلندر والسينما 4D والـ 3D ماكس. طبعا هذه برامج 3D لها محاور اكس واي زد، وبتعطيني مور رياليستيك، واقعية اكتر. لكن برنامج الافتر افكت بنقدر نسميه، او ممكن نستخدم احنا في حاجة اسمها الفيك 3D و3D عادي. يعني كيف؟ يعني ممكن نستخدم احنا المحاور اكس واي وزد فيه، تمام، وممكن كمان نستخدم حاجة اسمها فيك 3D. فيك 3D خلينا نشوف كيف. يعني عندنا البوك انا هنستخدم فيه الاكس والواي زد في عملية البيج فليبينج، قلب الصفحات. وعندنا في كمان هنستخدم للجدولة، طبعا انا ارقام 1 2 3 4 5 هنكتب عليهم ونعمل لهم عملية بيج تيرن عن طريق، طبعا انا مش 3D، انا عن طريق افكت اسمه البيج تيرن، بس كشغل قريب من ال 3D. عندنا الهاوس، انا المنزل هنستخدم فيه برضه حاجة اسمها الفيك 3D، انه انا المنزل وكأنه عندي مشهد 3D بدي اعمل له روتيشن مع بوزيشن، ونكمل المشهد كله في حركة كورك شوب او ورشة عمل. كمان هنستخدم كيف نعمل الموبايل ونعمل الكوين، العملة الذهبية، نظام ال 3D في البرنامج. خلينا نشوف كيف. نفتح برنامج الافتر افكت، تمام، نعمل فايل امبورت، امبورت فايل، في عنا الكتاب طبعا جهزته لكم، البوك، فوتج كومبوزيشن امبورت، دبل كليك، خلينا نغير الكومبوزيشن كلر، نعطي مثلا الكلر البرتقالي، يعني هيك تقريبا مناسب. قبل ما نحكي في موضوع الـ 3D يا جماعة، أو عملية الحركة للبوك اللي موجود عندنا هنا، في شغلة بس مهمة. لو أنا عندي، خلينا نفتح كومبوزيشن جديد، ورحت رسمت عندي هنا مربع مثلا بالشكل هذا، أي مربع عندي، نغير لونه مثلا للأصفر أو للأسود، فيش أي مشكلة، الأبيض خلينا نقول أوكي. طيب، بشكل عام أول شيء كنترول ألت هوم. لو احنا شفنا المربع اللي عندنا هنا عبارة عن 2D، محورين X و Y، كيف انا ممكن اخليه اشتغل فيه ضمن 3 محاور X Y Z، تمام يا جماعة؟ اساس اشتغل عليه ضمن محاور X Y Z واحوله ل 3D، بمعنى اعمل له محاور ال X Y Z ل 3D. اول شغلة، شايفين الشكل اللي هنا اللي عامل زي المربع، تمام يا جماعة، ال 3D layer هو اللي بيضيف لي محاور الاكس والواي والزد، تمام. يعني انا فعليا انا عندي اكس وواي اليوم، ممكن اعمل له روتيشن بالشكل هذا، شفتوا كيف يا جماعه المحور. لكن الان في المحور الثالث ان انا ممكن اعمل له اكس واي زد،
طب فكيف بدنا نعمل؟ بنروح على ال 3D layer، نضغط عليها هان، فكأني حولته ل 3D يا جماعة، فصار عندي ثلاث محاور X و Y و Z. هنا المحور Y والأحمر المحور X والأزرق المحور Z. طيب تمام. الآن لو أنا بدي أعمل له روتيشن، باجي على ال R بلاقي إيش يا جماعة عندي؟ ما طلعش الروتيشن العادي. احنا في الوضع العادي كان عندنا روتيشن عادي، لكن طلع عندي روتيشن اكس واي زد، بقول لي انه انت ضايف خاصيه ل 3D عليه. تمام. فبروح مثلا على محور الواي وبلفه زي هيك يا جماعه، شفتوا كيف؟ فصار عندي هي زد وعندي الاكس وعندي الواي، فانا بقدر ايش اتحكم فيه واعمله كانه شكل ل 3D. طيب ممتاز. فممكن كمان اضيف له بوزيشن، ان اضيف له نقطه هان ونقطه هان واعمل له روتيشن، فيش اي مشكله عندنا. تمام. ممكن كمان نقطة هان نضيف له حركة زي الشكلات، فيش أي مشكلة. تمام يا جماعة، خليها كوارتر، فيش أي مشكلة عندنا، بنقدر نعمل له روتيشن زي ما بدنا، فيش أي مشكلة. تمام، لأني أنا ضفت له المحور الثالث محور الزد، فاعتبره إن أنا بشتغل على ثلاث محاور إكس واي زد. تمام يا جماعة. طيب خلينا نحذف الكومب اللي عملناها ونيجي على وين يا جماعة؟ على الكتاب. طيب فكرة في الكتاب ايش هنعمل فيه؟ هنعمل على انه اسقاط للكتاب من اعلى لاسفل، وتفتح عنا الصفحات وبعدين ينزل لاسفل. تمام. اول شغلة يا جماعة عشان اشتغل عليه بدي ارتب الشغل عندي. طبعا الكتاب جهزت لكم اياه على برنامج الالستريتور، لو لاحظنا هنا اللاير الموجودة هنا، خلينا على اللايرات، خلينا نسميها لون احمر. تمام، لون او احمر خلينا نسميه. تمام، عندنا هنا يا جماعه ازرق، وعندنا هنا الفاصل، وعندنا هنا خلينا الكفر تبع الكتاب يسار، وعندنا هنا ايش يمين. تمام. طيب ايش المقصود فيهم؟ الاحمر اللي هو الورقه الحمراء، هي اخفيتها. الازرق اللي هو الورقه الزرقاء. الفاصل يا جماعه الفاصل بين الكتاب، طبعا انا ممكن احذفه هذا ما احتاجوش الان. تمام، هي عندي يسار عندي يمين. طيب تمام، ليش انا ممكن احذفه؟ يعني انا في عندي شغلتين ممكن اعملهم هلا، الشغلتين اللي ممكن اعملهم للكتاب انه انا زي ما حكينا اعمل له فليبنج، يعني اضم الصفحات لبعض واعمل له اسقاط من اعلى لاسفل، او ممكن هو موجود بالشكل هذا عندي. تمام، اعمل له ايش فليبنج، فيش اي مشكله. طيب خلينا اول شيء نرتب الشغل عندنا. لو لاحظنا يا جماعه الانكور بوينت موجوده في المنتصف، المفروض اجيبها ايش على طرف الورقه هان، فبضغطها عن طريق مين زي ما تعلمنا البان بيهايند وبجيبها هان. طيب احيانا بتكونش مظبوطه لما بجيبها انا مش على المنتصف بالضبط، صح ولا لا؟ احيانا مش على المنتصف، ممكن تغلبني شوي. افضل طريقه يا جماعه، شايفين فوق عندنا سنيبنج او سنابنج اللي جاي من سناب، المقصود فيها القفز، بمعنى انا عندي نقطه معينه اروح عليها، عندي خط اروح عليه. طبعا هذا مستخدم كثير في برامج ال 3D، اللي بتعامل مع ال 3D بتساعد في عمليه ال التمكين. يعني انا بدي اياها عند زاويه معينه، عند نقطه فيرتكس معين، عند سلايد معين، او عفوا عند ايدج معين، عند مثلا فيس معين. هنا انا بدي اشتغل على الايدج، على مين يا جماعه؟ حافه الورقه. فبروح بقول له بضغط على السنابنج هان، بضيف ايش صح تشيك. تمام، وباجي على النقطه من هان بالبان بيهايند وبضغط على شيفت يا جماعه وبسحبها زيك. يعني خلينا كمان مره النقطه هان بضغط عليها بالبان بيهايند، شوفوا كيف صار شكلها، بضغط على شيفت، شايفين كيف يا جماعة؟ أجت على المنتصف بالضبط. نيجي للتانية، نيجي للتاني نفس الكلام، بكون مختار السنابينج، بعلمها بالبان بيهايند أو بضغط على البان بيهايند وبسحبها وين يا جماعة؟ على المنتصف، وبضغط على شيفت أساس تثبت معي. ممتاز، يقبل المحور صار يا جماعة بالضبط لهذه الورقة، ولهذه الورقة في المنتصف، أي أحمر وهي أزرق. تمام يا جماعة، نفس الكلام انا ممكن هنا برضو اتخلص من الفاصل ما بديش اياه، او اخليه فيش اي مشكله يا جماعه. يعني احنا ممكن نخلي البيج زي ما هي وما بنعملش لها اسقاط او نعملها، فيش اي مشكله، لان اكثر من فكره للموضوع. طيب
نيجي برضو نفس الاشي لمين، للورقة او للغلاف الازرق، فبضغط عليها بالبان بيهايند وبشيفت هي على المنتصف، وهذا نفس الاشي بسحبها لهيك بشيفت على المنتصف. طيب تمام ممتاز. الان يا جماعة بدي اشتغل على اني احولهم 3D. شايفين ال 3D؟ نفس الاشي اللاير الخاصة او ال 3D لاير، بعلمهم كلهم هيك بصيروا عندي ايش، وكأنهم اخذوا خاصية ال 3D. تمام يا جماعة. مش اي مشكلة عندنا. طبعا هنا في اشكالية. طيب يا جماعة المشكلة هان انه احنا لما عملنا للفاصل 3D layer، تمام زي ما احنا شايفين بخفي كل اشي، تمام، او كأنه صار طبقة فوق اللي موجود، فانا مش هستخدم، مش لازم عندي يعني نستخدم اللاير او الفاصل اللي بينهم هان 3D. تمام خلينا بس ارتب الشغل، يعني انا هنا مش مستخدمه او مش لازم عندي، مش ضرورة ان اعمل له 3D الفاصل. تمام هاي بضغط عليه بس هاي يخفي. تمام يا جماعة. طيب تمام. طيب الان الفكرة انه انا عندي ورقة حمراء وورقة زرقاء، بدي اعملهم فليبينج. تمام طبعا زي ما حكينا لازم يكون عندي كل اشي 3D يعني. طيب بس اعملهم فليبينج، نفترض انه الورقة الحمراء يا جماعة موجودة بالشكل هذا، او قبل ما موجودة خلينا ممكن نعمل نسخة منها كنترول دي. تمام ولو لاحظنا انها صارت نسخة، يعني حيكون ايش نسخة فوق التانية كطبقتين ورا فوق بعض. تمام ممتاز. طيب الان يا جماعة بدي اعملها روتيشن ار، عندي اكس واي زد، انا بتشتغل على محور الواي. طبعا اول شيء بدي ارتبها بالشكل هذا، خلينا نكون مجهزينها هيك بالشكل هذا فوق الورقة الزرقاء. تمام بس ال 3D باخذ شوية من الريسورسز تاعت الجهاز، بلاقي الجهاز ثقل شوية. تمام يا جماعة طبيعته بشكل عام زي هيك. طيب بديش احط انا 150، احطها قيمة مناسبة، اعتقد اللي هي سالب 180، سالب 180 مناسبة. تمام طيب الان بقول هاي نقطة، ليش سالب 180؟ لو انا لفيتها لليسار 180، العكس سالب 180، على اساس تيجي ايش يا جماعة مستوية مع مين؟ مع باقي الورق اللي موجود عندي. طيب تمام الان ممكن اروح اقول له العكس، رجع لي اياها زي هيك، لنسحب ونرجع لي اياها زي هيك العكس. تمام هان حتكون عندي قديش يا جماعة؟ زيرو. تمام حتكون بالشكل هذا عندي. شوف كيف أول ما نبدأ الكتاب نقلب النقاط هذا لبعض شوي، نشغل زي ما قلنا بحمل شوية أساس باخذ من الريسورسز تبعت ايش الجهاز. نحن نعمل له كوارتر ونشوف كيف يا جماعة. ممتاز. الآن نفس الكلام الورقة الزرقاء هذه ممكن أخذ منها نسختين، كنترول دي نسخة، نسختين، ثلاثة، فيش أي مشكلة. تمام يا جماعة هاي هذه النسخة، هاي كمان نسخة. تمام وهي كمان نسخة. طيب نيجي على النسخة اللي هان نقول له R Y، نقول له على يعمل لي روتيشن المحور، حاطي القيمة قديش يا جماعة؟ هتكون تقريبا 180. شفتها تقريبا هيك مش مظبوطة، بزيادة ظهر عندي اللون الأحمر، ممكن أقول له أنا 178. تمام ممتاز. نشوف كيف هيك الوضع. تمام هذا نفس القيم هذه ممكن اخذها ونسخن الورقة اللي بعدها، او مباشرة الورقة الازرق 2 نقول له هاي
روتيشن ار، لانه بنشتغل 3 دي احنا، هاي نقطة وعند النقطة هذه يا جماعة يعمل فليبينج. يعني ممكن نقول له هنا 176. ممتاز، خلي بس الجهاز يحمل. ممتاز يا جماعة. طيب نشوف هيك حرف الدال ونشوف كيف صارت عندنا بدل الكوارتر فول. طيب تمام يا جماعة، لو لاحظتوا أنا بشتغلش على الفول لأنه الجهاز اللي ما حكينا في وضع الـ 3D الريسورسز لازم تكون عالية كثير. تمام يا جماعة، بصير عملية بروسيسنج عالية جدا. طيب الآن يا جماعة فهمنا كيف الموضوع، بنحول اللايرات كل الموجودة عندنا لـ 3D عن طريق اللاير اللي هان. أنا عندي المركز عملت أو خلينا نقول الأنكور بوينت وضعتها في المنتصف للمحاور على أساس إيش عملية الروتيشن تكون أو الفليبينج صحيحة. طيب تمام، الآن يا جماعة ممكن كمان خلال الحركة نفسها أروح أعمل موشن بلور. موشن بلور اللي اتعلمناه قبل هيك إنه أعمل وكأنه الصفحات فيها إيش صارت بلور، بضغط عليه وبقول له موشن بلور للأزرق. تمام، وفي كمان عندنا الأحمر، أحمر، أوكي. تمام، شوفوا كيف الصفحات هتصير. ممكن نحاول نعمل فول ونشوف كيف هتصير معنا. صار عندنا الشكل النهائي بالشكل اللي احنا شايفينه يا جماعة. زي ما قلنا قصة الفول صعب شوية لأنه بحتاج ريسورس تكون عالية طبعا، مع انه عند الجهاز مواصفاته عالية، بس احيانا بتصير مع الهيت الحرارة الوضع هيك. طيب تمام يا جماعة، الآن ممكن بعد ما اخلص هيك لعند هذه النقطة اقول له خلاص عند هذه النقطة ترم. تمام، اي ان واقول له ايش ترم. تمام، وراح اقول له لكل هدول يا جماعه مع بعض هيك اقول له بري كومبوز واقول له اوكي، سميناه بري كومبوز واحد. تمام، طيب ممتاز. طيب الان لو رحت عملت كومبوزيشن جديد نيو كومبوزيشن او كنترول ان فيش اي مشكله، وجبنا البري كومبوز اللي عملناها هنا سحبناه للاسفل. طيب لو انا رحت عملت نسخه تانية منه كنترول دي وجبتها بالشكل هذا يا جماعه، تمام، لو لاحظنا النسخه الاولى للامام، تمام، بدي انا الصفحات عمليه عكسيه. بما اني عملت من الكومبوزيشن نسخه تانية، فكيف ممكن اعمل عمليه فليبنج ريفرس فليبنج يا جماعه؟ يعني انه اخلي الورق تبع الكتاب بشكل عكسي يلف عنا. كيف يا جماعه؟ بضغط على الكومبوزيشن الثاني الجديد اللي عملته وكليك باليمين، في عندي حاجه اسمها تايم، تايم زي ما احنا شايفين، وبروح بقول له ايش يا جماعه تايم ريفرس لاير. نشوف كيف حيصير عندنا الوضع. شوفوا ايش بيسوي، بيعمل عمليه عكسيه يا جماعه لمين؟ لللايرات. شوفوا هيك للامام هيك ايش عكسي. تمام، هذا عن طريق التايم ريفرس لاير. لو انا بدي في نفس اللحظه امامي وخلفي في عمليه تحريك او فتح الكتاب. تمام، خلينا نشوف كامل هيك، احيانا بحتاجها. تمام يا جماعه، استخدم الحاجه اسمها التايم ريفرس لاير. تمام، ممتاز. طبعا لازم تكون عندي ايش يا جماعة كومبوزيشن اساس انا في ذلك. كيف بعملها؟ من الكومبوزيشن الثاني اللي عملت له كوبي، بعمل له كليك باليمين تايم، في حاجة اسمها تايم ريفيرس لاير، يعني خلي اللايرات بحركة عكسية تصير. اللي عملتها هيك للامام هيك للعكسية. طيب تمام،
تمام يا جماعة؟ أحيانا يا جماعة أنا بحتاج إنه الكتاب يكون مغلق وأعمل له إسقاط من أعلى لأسفل وتنفتح الصفحات وينزل ويعمل لي فليبنج وبعدين ينزل لأسفل، فيش أي مشكلة يعني لهذا الشيء، تمام؟ نعمل له بوزيشن من أعلى لأسفل بعدين يعمل فليبنج، بعد ما يخلص نعمل روتيشن وينزل إيش لأسفل حسب الحاجة. طيب تمام. طيب الآن ناخذ نوع ثاني من الثري دي، رحنا عملنا خلينا نسمي المشهد هنا كومبو 2 فيش اي مشكلة، عملنا كومبوزيشن جديد. اوكي طيب قبل ما ناخذ يا جماعة النوع الثاني، في عندي هنا بلجن تمام اسمه 3D اكسترودر فري، هو عفوا فري لكن هو اسمه 3D اكسترودر. طيب تمام، نسخة واحد. البلجن هذا يا جماعة ايش وظيفته؟ بده يعمل لي 3D في البرنامج الافتر افكت. اول شيء كيف ممكن احنا ننزله؟ طبعا في عنده نسختين مضغوطة وفي مفكوكة، بضغط عليه ضغطتين بعد ما افكه بروح لل 3D اكسترودر تمام، بنسخ الملفات الموجودة فيه، نسخ بعملهم كوبي وبروح على السي على البروجرام فايلز على الادوبي على الادوبي افتر افكت على السبورت فايلز، بروح يا جماعة بروح على السكريبت بس مش في السكريبت، بروح على السكريبت يو اي بانل تمام يا جماعة، سكريبت يو اي بانل وبنسخه هان بيشتغل عندي بشكل طبيعي تمام، زيه زي الايز اند ويز كيف عملنا. طيب تمام، الان وين بلاقيه؟ لو رحت على الويندو حلاقيه موجود ايش في الويندو هان، طبعا بكون طافي البرنامج ومشغله اكسترودر 3 دي اكسترودر تمام. طيب هذا يا جماعه هناخذه في مثال ان كيف ممكن نعمل عمله كوين 3 دي ونعمل موبايل 3 دي ونشتغل عليه. خلينا نشوف كيف. الان لو بدي اجي انا اعمل عمله نقديه، خلينا نقول نستخدم الاليبس بالشكل هذا، بضغط على شيفت كنترول الت او كنترول الت. طيب اول اشي يا جماعة الفيل بدي اعملها بدون فيل تمام، بدي اعمل له الستروك كان بالشكل هذا، بنعطيها اللون الاصفر اساس عملة نقدية. ممكن احنا نغير الخلفية تاعت الكومبوزيشن نعطيها اللون الابيض فيش اي مشكلة. اوكي تمام يا جماعة. طيب ممتاز. الان يا جماعة اذا فاكرين في برنامج البريمير او حتى في الافتر قلنا ممكن نشتغل اللاير مع اللاير، يعني لاير داخل اللاير في نفس اللاير، وممكن نشتغلها خارجي يعني لاير لحال، يعني هن نتحكم فيها من داخل اللاير وهذيك نتحكم فيها كل واحد لحال. لو انا ضليت على اللاير اللي هان تمام نفسها هاي يعني معلم عليها ورحت قلت له بدي لاير تانية تمام، اللي هي ايش العملة الداخلية او الوجه الداخلي للعملة، هذه شغلة ممكن يا جماعة انا ما اعملهاش هيك، اروح اقول له نفس العملة هان اروح اقول له الفيل الخاص فيها اعطيني اللون ايش البني تمام. اوكي انا عملة نقدية انا بشتغل عليها. طيب تمام يا جماعة، لحتى الان هي يا جماعة مش 3D 2D انا شغال عليها. باجي بفتح الاكسترودر تمام بالشكل هذا، لما بفتح ال 3D اكسترودر حلاقي فيه يا جماعة الديبث. انا بدل ما اروح اعمل له، في طبعا اكثر من طريقة لهذا الشغل، لان انا ممكن اروح من نفس البرنامج اعمل 3D مانيوال هياخذ معي وقت وطريقة معقدة شوية وحتغلبكم، او ان انا استعين في بلاجن اسمه ال 3D اكسترودر تمام، بوفر علي وقت واسرع. طيب في ال 3D اكسترودر موجود عندي الديبث، الديبث اللي هو كم لاير بدك تعمل لي للعمله النقديه هذه، 15 10 كذا اللي هو العرض يا جماعه او العمق تبعها بده يصير. لو قلنا 15 قلت له اكسترود فمباشره بتلاقيها تحولت ل 3D. شوفوا يا جماعه اعطاني النال اوبجكت تحولت ل 3D. نتاكد من هذا الكلام كيف يا جماعه؟ بنروح على الروتيشن على الار هنلاقي اكس واي زد، الا لو لفتها بالواي هيك هتلاقيها 3D صارت عندي.
تمام يا جماعة؟ هنلاقيها 3D ضجة زي هيك، شايفين كيف؟ هاي الود. طب نشوف الود تبعها، لو ضغطت غطينا هان تلاقيها، شايفين كم شيب لاير؟ 15 شيب لاير، اللي هو العدد اللي هان، بمعنى عملية بعرض 15 مرة وكأنها صارت ايش؟ 3D. طيب تمام ممتاز، الآن عملتها 3D. ممكن أنا كمان أضيف عليها يا جماعة العملة النقدية أو إشارة العملة النقدية، الدولار فايل سكريبت، أقول له Arabic Text، أقول له إشارة الدولار مثلا، أوكي. ممكن أكبرها هنا بأس، يأس أكبرها شوي هيك عشان تكون مناسبة. تمام يا جماعة، ممكن نصغرها شوي برضو، مش أي مشكلة. طيب تمام، الآن بدي أعمل روتيشن للعملة النقدية. صعب أعملها بدون ما أعمل للنص 3D، لازم أعمل له 3D. ليش يا جماعة؟ لأنه لو ما عملتش له وعملت روتيشن، هتلاقوا النص في مكانه ظل أو اختفى أو صار فيه مشكلة. تمام، بس أساس أعمل 3D لازم إيش يا جماعة؟ أعمل النص 3D، ومش بس هيك، أساس أعمل له روتيشن ويلف معها النص، لازم أقول له البيرنت الخاص فيه. البيرنت الخاص في النص مين يا جماعة؟ الشيب لاير بتاعت العملة النقدية. فأساس لما أعمل روتيشن هان النص إيش ماله؟ يلف معها. تمام بالشكل هذا ممتاز. طيب الآن بدي أعمل روتيشن، فبقول له هاي نقطة على محور واي، وهي كمان نقطة هان بالشكل هان، ممكن كمان هان أعمل له روتيشن بالشكل هان، ممكن كمان هان روتيشن بالشكل هذا، ممكن هان روتيشن بالشكل. نضغط على حرف الآن ونشوف كيف عملية الروتيشن. تمام يا جماعة، عملت شكل 3D للعملة النقدية مباشرة عن طريق مين؟ 3D اكسترودر. ممكن استخدمها في شغلي زي ما بدي، فيش اي مشكلة. طبعا ممكن على الخلفية من هنا برضو يا جماعة ايش؟ اضيف برضو كمان قيمة او رقم، فيش اي مشكلة. لو عملنا فل، بس فل هتاخد وقت. طيب يا جماعة خليه يحمل، هي عملتها فل الكو، لو شفناها بحرف الدال شوف كيف. تمام، صارت عندي 3D عن طريق ال 3D اكسترودر، استخدمناه بدون اي مشاكل. طيب تمام، طيب ممكن انا بعد عملية الروتيشن نفس الاشي اخليها اعملها بوزيشن من اعلى لاسفل. طبعا ممكن انا من البداية اجيبها من اسفل لاعلى واعملها روتيشن، فيش اي مشكلة عندنا. تمام، يعني ممكن احنا دول نجيبهم هنا. تمام، وعند هذه النقطة نعمل له بوزيشن اي بي، النقطة الاسفل، وعند هذه النقطة ايش يا جماعة؟ لأعلى. تمام، نعمل له هنا ايزي ايز في فريم اسيستنت ايزي ايز، ونقول له ممكن نقول له سريع بعدين بطيء، نشوف كيف حتصير معنا. نعمل له كوارتر، لانه قلنا 3D باخذ الريسورسز تبعت الجهاز. طيب قبل هيك يا جماعه كمان في روتيشن، حاول اجيب له بعد اقدم ايش عمليه الروتيشن اللي عملناها. تمام، ونشوف كيف حتصير معنا. نجيبها لها كمان، نقدمها شوية ونشوف كيف صارت. خلي بس أحمل شوي. تمام يا جماعة، شوفوا كيف صارت عنا بالشكل هذا. تمام، فعملت لها بوزيشن من أسفل لأعلى، وعملنا لها إيش عملية الروتيشن السابقة، بس بعت أو قربت النقاط، فيش أي مشكلة. تمام، ممكن عند هذه النقطة كمان نعملها يا جماعة CC light. تمام، الإضاءة. طب ممكن نعمل كمان نسخة تانية منها، فيش أي مشكلة عندنا. تمام، طيب
تمام يا جماعة، هذا الكلام ممكن نفس الاشي نطبقه لو بدي ارسم موبايل هان على في الافتر افكت واعمل له الحركة ثلاثية او اعمل له 3D، نفس الاشي يا جماعة. ممكن اعمل له بعدك سي سي لايت، فيش اي مشكلة. طيب الان ممكن كمان اعمل عندنا تريم كومب حرف الان، واقول له تريم كومب تمام، وراح اقول له كومبوزيشن جديد اوكي، واقول له كومب 3 اللي عملناها 3 اوكي تمام. ممكن نجيبه هان، فيش اي مشكلة بالشكل هذا عندنا بصير تمام. طيب ممكن كمان انا اعمل نسخة من كومب 3، كنترول دي كنترول دي، هاي نسختين تمام يا جماعة. الكومب الأول أجيبه هان، خلينا نسختين بكفي أساس حجمه كبير، يعني المفروض من أول كان حجمه صغير، هاي واحد هان تمام، والتاني أجيبه هان بالشكل هذا، يصير عندنا الحركة بالشكل هذا، تكون عندنا الحركة بالشكل هذا يا جماعة تمام. ممكن نعمل احنا واحد قبل الثاني بالشكل هذا هيك، هذا الاول يطلع فوق بعدين يجي الثاني ويعمل روتيشن عند النقطة هنا بيمشي الحال تمام يا جماعة. مش اي مشكلة، وهيك بنكون احنا عملنا موضوع ل 3D عن طريق ال 3D Extruder. طيب تمام، في شغلة كثير مهمة كمان ممكن نستخدمها في الموشن جرافيك، اللي هي عملية السكيدجولينج، الجدولة. كيف الجدولة؟ في عندي ملف جهزته هان، فايل امبورت، امبورت فايل كومبوزيشن امبورت احنا غيرنا بس الـ composition settings، اللون خليناه مثلا لون تاني بالشكل هون، وقلنا اوكي اوكي وعملنا فل. طيب هذا ملف جهزته على الـ illustrator. الفكرة فيه، في عندي لايرين، هاي لاير وهاي لاير، جاهز على الـ illustrator فيش اي مشكلة تمام يا جماعة. خلينا انا نقول الجزء الاعلى، الجزء الأعلى هنا، خلينا نقول الخلفية. طيب الفكرة من هذا انه احنا اخذنا الـ 3D وتعلمنا وفهم الـ 3D، انه انا برضو بدي استخدم بعض الافكتات زي ما استخدمناها في المحاضرات السابقة، زي افكت الجلو اللي استخدمناه في السي سي لايت، والافكت تبع الورب، والافكت الخاص بالتموج الى اخره. طيب هنستخدم افكت كمان يا جماعة اسمه سي سي بيج تيرن، يعني قريب من من الـ3D ولكن له شغل ثاني تمام، ومش 3D ولكن شبيه من ناحية الحركة من الـ3D. يستخدم كثير في عملية السكيدجولينج، عندك وقت معين، رزنامة بدك تعملها، وقت انه انت مثلا فويس اوفر عندك موجود لا يوجد وقت، بتعد ايام، بتلاقي الرزنامه هنا بتقلب صفحات، بتقلب ايام الى اخره، فهذا مهم كثير ومستخدمه في الموشن بشكل كبير. طيب كيف ممكن نعملها؟ اول شغله يا جماعه بدي اضيف فان النص، فايل سكريبتس على الاربيك تكتس، بقول له واحد مثلا، اي واحد، وابلاي، ضفنا واحد، خلينا نعمل له اس تكبير بالشكل ها، ممكن اقول له كنترول الت هوم. طيب تمام يا جماعه، الان يا جماعه صار عندي النص، صار عندي الجزء الاعلى، الجزء الخلفي، فيش اي مشكله. طيب ثلاثه هذول كلهم مع بعض بدي اعمل لهم كومبوزيشن، بري كومبوز
وأقول له واحد، بقول له واحد، أوكي، بمعنى الرقم الأول، تمام؟ أيوه موجود عندنا، ممكن أعمل منه نسخة أنا كمان تاني، نسخة كنترول بي 3 4، عند 4 أرقام بكفي، ممكن أسحبهم بعد هيك يا جماعة، أجيبهم في الأسفل، صار عندي 1 2 3 4. طيب في شغلة مهمة، إنه الرقم الأول اللي موجود هان لو ضغطنا هيك حنلاقي الأرقام بالشكل هذا، لو أجينا على 2 حنلاقي فيها رقم 1 يا جماعة، لأنه عملت نسخة منه. فأنا إيش بدي أسوي؟ بدي أغير الرقم 1، بدي أخليه إيش أنا 2، هاي 2، تمام؟ نرجع لو أجينا على 3 حنلاقيه إيش 1، لأنه عملت أنا نسخة يا جماعة منه، تمام؟ بغيره أنا بخليه إيش 3. لو أجينا على 4 هلاقيه برضو 1، بضغط دبل كليك وبنغيره ل4، لأنه أنا عملت كوبي من نفس الكومبوزيشن اللي شغالين عليه، تمام؟ فلو سحبتهم هيك يا جماعة شايفين كيف؟ هي تغيرت الأرقام، هي 2 سحبنا، هي 3 4 في الأسفل. طيب تمام، ممكن أعمل ل10 لقد ما بدي، فيش أي مشكلة عندي، هذا رقم أجا زيادة بنحذفه، فيش أي مشكلة. طيب الآن يا جماعة بدي أستخدم السي سي بيشتين، بضغط على الإفكتس وأقول له هنا سي سي، هيجي عندي، أو ممكن أقول له مباشرة بيج، هي سي سي بيشتين، تمام؟ سي سي بيشتين وظيفتها عمل عملية فليبينج لميل للصفحات، استخدمها وبضيفها وين يا جماعة؟ على الكومبوزيشن الأول 1. هتلاقوا عندي لها خصائص اجت انا سي سي بيجتين، من بينها اللي حركز عليها الفولد بوزيشن، بمعنى نقطة ايش يا جماعة؟ الفولد بوزيشن هي النقطة اللي هتعمل لي عملية فليبينج او عملية فولد للصفحات، عملية قلب للصفحات، تمام؟ لو انا مسكت هذه النقطة هيها الفولد بوزيشن، لو اختفت من عندي بضغط على وين؟ على الانكور بوينت تاني يا جماعة، هي بتظهر. على العموم هي موجودة عندي، لو مسكتها زي هيك لأعلى شوفوا كيف الصفحة هتصير عندي، وامسك هيك هي، شايفين الصفحة صارت عملية ايش؟ فولد لها، تمام؟ هي 1 2 3 4، واضح يا جماعة؟ طيب ممتاز. الآن بدي أضيف لهذول نفس الإشي يا جماعة، بدي أضيف لهم إيش يا جماعة؟ سي سي بيجتين، بدي أمسك السي سي بيج وأضيفه على 2 وعلى 3 وعلى 4. أول إشي قبل ما أضيف خلينا نشتغل على 1. 1 بدي أروح على خصائصه وأجي على الإفكتس، لأنه حلاقيه هنا سي سي بيج حلاقيه فوق، وموجود برضو على الكومبوزيشن اللي ضفته عليه، وعلى الفولد يا جماعة بدي أشتغل. بدي أقول له عندي النقطة هاي النقطة الأولى، لأن بشتغل على الفولد بوزيشن، تمام؟ وعندها النقطة الثانية بسحب زي هيك يا جماعة لبرا، تمام؟ فبصير عندي بالشكل هذا، ممتاز. أي 1. طيب في شغلة مهمة كتير هنوضحها الآن، نفس الإشي بدي أطبقه يا جماعة على مين؟ على 2 و3 و4، لكن في عندي مشكلة، إنه أنا مش منطق أروح أسحب سي سي بيج على كل 1 2 3، بياخذ وقت كثير عندي، وتعلمنا هذه الطريقه في البريمير. فبروح على الافكت منها مباشره، بقول له كليك باليمين كوبي، انسخ الافكت اللي هو سي سي بيج تيرن، تمام؟ وعلى الثلاثه اللي تحت واعمل له ايش؟ شوفوا اول شيء يا جماعه عندي هان، لو لاحظنا هان الاف اكس، هنلاقي الاف اكس بس موجوده على 1، معناته ايش انا الكلام الخاص فيها؟ افكت، لانه في افكت موجود وين بس يا جماعه؟ على الكومبوزيشن 1، هذول مش موجود عليهم. فلما اقول له لصق هيك مباشره، لصق، خلينا نعمل له لصق بيست. طب خلينا بس ننسخه يا جماعه من كمان مره، هاي كوبي، نيجي على الثلاثه هذول نقول له يا جماعه بيست، طب مش مشكله، ممكن اقول له ايديت بيست، أيهم انتسخوا هنا مباشرة، تمام يا جماعة؟ أو كنترول في، يعني أنا كمان برضو ممكن أقول له كنترول في مباشرة، تمام؟ بس كنت حابة أوريكم إياها من وين يا جماعة؟ بالكليك باليمين من هان، تمام؟ فأنت بتقول له مباشرة انسخ السي سي بيج من هان، وعلى هذول الثلاثة كنترول في أو إيديت
بيست كنترول في. تمام يا جماعه، الان السي سي بي اتش تي ام مش موجود عليهم، ده انسخه يا جماعه، كنترول في. كيف بعرف انه اجى؟ اف اكس سيتفعل، ده لانه في افكت موجود عليهم. تمام يا جماعه، ممتاز. طيب الان ايش صار عندي؟ لو اجينا للنقاط يا جماعه الاولى، الحركه الاولى من هان، هنلاقي مين عندي؟ الاول. تمام، بدي الثاني، بما انه نسخت الافكت بخصائصه كلها. تمام، فهتلاقوا يا جماعه كلهم ورا بعض اجوا، فمبينش عندي في العرض. فايش لازم اسوي الان؟ بروح على الافكت على السي سي بيج. تمام، الاول بخلص من هان، الثاني من هان، الثالث من وين؟ هاي الثاني يا جماعه، الثالث من وين؟ من هان لازم يبدا. تمام، هنلاقي الثالث، شايفين كيف؟ فبدي اعمل له ايش؟ شيفت لورا، بسحبه لورا. تمام، على اساس يترتب عندي ورا بعض. والرابع برضه نفس الاشي يا جماعه، هنلاقي عندي في الافكتس سي سي بيج، واقول له تعال من وين؟ من هان. طيب تمام، لو اجينا هنا يا جماعه وضغطنا حرف الان، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هي أربعة. بس في برضو عندي مشكلة، لاحظوا، ممكن إحنا ما عملناهاش صحيح. لاحظوا أنتوا يا جماعة الشفافية اللي موجودة هنا، في شفافية، فإيش بدي أسوي؟ إحنا نسينا نعملها الباك بوزيتيف، بدي أخليها 100 لكل واحد. يعني هنا بدي أجي على الأول، هيا بخليها 100. تمام، شوفوا كيف صارت. يجي على الثاني 100، على الثالث 100، 100 بخليها بالشكل هذا، على الرابع نفس الكلام بخليها 100. فبصير عندي في الحركة في الشفافية، شايفين يا جماعة؟ لو أجيت على الأول، نوريكم موضوع الشفافية، هاي الأول، ورحنا قللنا الشفافية، شوفوا كيف صارت يا جماعة. لاحظوا هنا كيف صارت، شايفين كيف؟ انا بخليها 100. تمام، لكلهم 100. تمام، ممتاز. في شغله كمان مهمه كتير، انه انا لما بعمل عمليه الفليبنج، هاي واحد، هاي اثنين، خلينا نبدا من هنا، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه. لاحظوا يا جماعه انه عمليه الفليبنج مفروض يكتب لي الرقم 2 هنا، بكتب لي 1، مزبوط ولا لا؟ كمان شغله مهمه، هنا المفروض يكتب لي 3، بكتب لي 1، ليش يا جماعه؟ في شغله بدي اعملها هان اعالجها، باجي على كل واحد، على واحد من هان، باجي على خصائص، وفي حاجه اسمها الباك بيج، الباك بيج بقول لك يعني ايش الصفحه التاليه، ايش واحد واحد انا؟ لا، الصفحه الثانيه 2 2، هيا، تمام؟ نيجي على هان. الصفحة اللي بعده مين يا جماعة؟ المقصد في الصفحة اللي هو الرزنام اللي موجود هنا. طيب تمام، بيج ثلاثة. طيب بيج ثلاثة مين يا جماعة؟ الباك بيج حيكون تبعها، الباك بيج اللي هو أربعة، مزبوط؟ أربعة ما فيش، خلص هي هي، خلينا نقول ما فيش، ضل زي ما فيش أي مشكلة. طيب تمام، فصار عندي هيك الأمور ايش؟ تمام، هي واحد، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة يا جماعة. تمام؟ تمام، ممتاز. ممكن أربعة احنا نخليها أربعة نفسها، يعني هنا في الآخر أربعة الأخيرة. طيب صار عندي الآن، طلعوا الصفحات كيف؟ هتلاقيها واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. لو ضغطنا حرف الدال هتكون عندنا بالشكل هذا، اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. بس في شغلة مهمة كتير احنا برضو كمان ما عملناهاش، انه الفولد ممكن هنا ايش شوية نخليها زي هيك بالشكل هذا. تمام يا جماعة، هاي الفولد للأول ما كناش عاملينها، كان فيها شوية زيادة عدلناها. نيجي للتاني، هاي اثنين، عند ثلاثة الفولد ممكن ايش يا جماعة برضو نرتبها لو حابين، مش أي مشكلة. تمام،
عملناها. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، تمام يا جماعة؟ هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، تمام. صار عندنا بالشكل، ما فيش أي مشكلة. بيشتين، هذا ممكن نرتبها برضو زي ما حكينا، ما عملنا لو لا فيش أي مشكلة. طيب تمام، ممتاز يا جماعة. أنا بعمل بيشتين، لا يوجد لدينا وقت، الشهر على وشك الانتهاء، يوجد عدة أيام حسب الفويس أوفر اللي موجود، ممكن نستخدم روزنام بشكل كبير. طيب ممتاز، هنأخذ في الجزء الثاني من المحاضرة يا جماعة عملية الأنيميشن لمنزل. طبعا هنا بنسميها فيك 3D، بمعنى 3D كمزيف، تسمى فيك 3D. كيف نعمل له انيميشن مع تحريك المشهد كامل على اساس نعتبرها ورشة عمل؟ تمام، يعطيكم العافية.